السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حال اهلا بيكم في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة جاية اشارككم طريقة البسكوت حلوة قوي 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 مش هنستعمل فيها ادوات معقدة خالص خالص لا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة بالمضرب السلك اليدوي بتاعنا اللي موجود في مطابخنا كلنا هنعمل بيه البسكوت التحفة ده اتمنى تنوروني باشتراككم لو اول مره بتشوفوني وتعملوا لايك وشير للفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي في المقادير والطريقه على طول بسم الله اول حاجه اجيب البوله بتاعتي واحط فيها بيضه واحده وربع كيلو من الدقيق فنقدر طبعا نضاعف المقادير لو محتاجين كميه اكبر حطيت على البيضه فانيليا ونص كوبايه من السكر الا معلقه ورشه من الملح طبعا هسيب المقادير دي بالجرامات بتكون ادق شويه هنضرب البيض مع السكر مع الفانيليا ورشه الملح كويس جدا لحد ما السكر يدوب ولحد ما لون البيض يفتح ويبيض خالص بعد كده ضفت نص كوبايه زيت الا معلقتين نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وما نضيفوش بيكنج باودر ازيد من كده علشان البسكوت ما والنقشه بتاعته تروح وعلشان اطلعه بلون كده كهرمان وجميل حطيت نقطه صغيره خالص من اللون الغذائي الاصفر نوقف ضرب ونحضر المواد الجافه هيكون عندي 200 جرام من الدقيق يعني كوبايه ونص من نفس الكوبايات اللي انا عيرت بيها السكر والزيت كوبايه ونص من الدقيق هيكونوا 200 جرام هنضيف بعد كده نص كوبايه من النشا 50 جرام من النشا معنى كده ان المواد الجافه بتاعتي ربع كيلو من المواد الجافه 200 جرام من الدقيق و50 جرام من النشا يعني كوبايه ونص من الدقيق ونص كوبايه من النشا والنشا هو اللي هيعمل على هشاشه البسكوت وهيخليه ناعم كاننا عاملينه بزبده او عاملينه بسمنه وده فايده النشا هبتدي بقى اضيف المواد الجافه الدقيق والنشا على المواد السايله وما كل كميه الدقيق والنشا لان الدقيق بيختلف عن دقيق تاني بمعنى ايه بمعنى ان انا ممكن ياخد معايا اقل ممكن ياخد المقدار كامل ممكن ياخد مع حد تاني مقدار اكتر وهكذا زقه محتاجه دقيق فضفت كل المقدار المقدار ده مظبوط جدا جدا ودي ده جماعة دقيق متعدد الأغراض بس مع إضافة النشا مش محتاجين نجيب دقيق بسكوت علشان نختبر العجينة ونشوفها بقى تمام ولا ايه بناخد قطعة من العجين وبنقسمها كده لو ما فيهاش مطة وبتتقطع معانا تبقى العجينة بتاعتنا صح الصح وممتازة لو احنا في فصل الصيف بنحطها في التلاجة ربع ساعة تشد شوية هبتدي ان انا اشكلها كويرات كده كويرات صغننه لان هي هتنفش طبعا في الفرن فيها بيض وفيها بيكنج باودر فما نكبروها حاولوا ما تكبروش حبايه البسكوت بصوا حجمها كده حلو قوي نبقى شوكه عشان نعمل الشكل الصدفي ده هي طبعا شكل الصدفة البسكوت شكل الصدفه بنضغط بالشوكه على العجينه ونسحب بنضغط علشان تطبع الشكل حلو وبعد كده الجزء ده كده بنبططه وبنلمه على جوه شوية عشان يبقى شكل الصدفة الجزء الفارغ ده او المفوش اي شكل هنغمسه في الشوكولاتة وطبعا تقدروا تعملوها كلها بالشوكة بناخد قطعة من العجين ونبططها شوية وناخد الشوكة كده بنسيب التلت وبنضغط كده بالشوكة وبنسحب وتظبطوا الشكل اللي من فوق ده بص شكله جميل ازاي وبسيط جدا وطعمه ولا احلى من كده ودي الكمية كلها اهي طلعت لي بالظبط اربعين بسكوتة اربعين بسكوتة بالظبط من ربع كيلو من الدقيق وبيضة واحدة الفرن بتاعنا متسخن على مية وتمانين والشبكة في النص وسخن بقاله ربع ساعة عايزاه يكون سخن كويس عشان البسكوت ما ياخدش وقت طويل وينشف وبعد ربع ساعة بالظبط يكون ده شكله شغلتوش الشواية دقيقة واحدة بس عشان بحب الحاجة تكون محمرة بصوا التسوية تسويته حلو قوي وبصوا باين انه هشش من تحت اهو والبسكوتية خفيفة جدا جدا حلو قوي 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 معي هنا بقى شوكولاته دول حوالي خمسين جرام من الشوكولاتة المقدار ده مظبوط قوي على المقدار اللي انا عاملاه بتضعفه هتضعفه طبعا الشوكولاته سيحتها ازاي بعد ما طفيت الفرن دخلت البوله دي او السلطانيه الصغيره فيها الشوكولاته دي الفرن وكل 30 ثانيه كنت بطلعها اقلبها واحطها تاني كانه زي الميكرويف كده وطلعت الشوكولاته وقلبتها لقيتها دبت معايا بكل سهوله وابتدي ان انا اغمس بقى البسكوتات بتاعتنا في الشوكولاته بالشكل ده كده الجزء اللي هو الفاضي اللي ما نقشه بسكوتة جميلة قوي شكلها حلو قوي محتفظة بشكلها وبالنقشة بتاعتها وهشة في نفس الوقت حلوة قوي بصوا مش مستحمل خالص حتى وانا بقسمه من كتر هشاشته ونعمته لو حبيتوا بقى فيديو النهاردة وحابين تشوفوني تاني يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد بحبكم جدا جدا في الله كان معكم شيماء حسن من قناة حلو وحادق مع شيماء السلام عليكم